رجال القوات المشتركة يحتفون بعيد الثورة في مدينة الحديدة بمعنويات عالية. ما يقارب من 200 سفينة صيد إيرانية تتردد على المياه اليمنية لتجريف الثروة السمكية وتهريب الأسلحة للميليشيات. ميليشيات الحوثي تلجأ للورقة الاقتصادية بعد رفض أبناء الضالع الالتحاق بجبهاتها المنهارة. نشرة الأخبار، السلام عليكم. بعزيمة وإصرار يحتفي أبطال القوات المشتركة بالعيد 58 لثورة 26 من سبتمبر في الحديدة بمعنويات عالية وثقة بأن فجر الجمهورية سيضيء يوما ما من جديد. لم تكن شعلة وحيدة في المخافة قد أشعلها الأبطال على امتداد الساحل الغربي والمناطق المحررة أجمع. إنها رمزية 26 من سبتمبر وأيقونة الثورة وقسم الثبات والبقاء على أهداف ثورة ستة، على رأسها التخلص من الاستبداد وإزالة الفوارق العنصرية والسلالية بين الطبقات وتثبيت نظام جمهوري ارتضاه الشعب لنفسه وعاش تحت ظله العقود الطوال. من قلب مدينة الحديدة نهني ونبارك للشعب اليمني بعيد الثورة المجيدة، عيد الثورة 26 من سبتمبر، ولا نسمح لعودة الإمامية من جديد في هذا الوطن. من قلب مدينة الحديدة هم وحدهم في هذه الأرض من يملكون مهنة الحفاظ على الجمهورية واستعادتها، هم وحدهم في حر الصيف وجفاء السياسة والساسة، جنود مجندة نذروا أنفسهم حراسا وحماة لثورة شعب بأسهم شديد والله المعين. هنا ثابتون ثبات الجبال الرواسي، هنا أحفاد سبتمبر، هنا أحفاد أكتوبر، هنا الثوار الحقيقون، هنا نواصل ثورتنا نحو الإمامين. سوف ننتصر ونعيد للشعب هذا عمله ونعيد مرتبات الموظفين إن شاء الله بفضل الرجال المقاتلين وفضل حراس الجمهورية، ونقول لهم لا تيأسوا ما دام به رجال مقاتلين. من خطوط التماس الأكثر اشتعالا في الساحل الغربي قسم الأبطال ما يزال يلعلع في الأرجاء والمعنويات في تزايد مستمر، فكلما صعد الحوثي نحوهم كلما زادوا ثباتا ويقينا بأن أدوارهم القادمة هي من ستغير مجريات الأحداث. نترحم على شهادات ثورة 26 سبتمبر ونقول لهم نحن على دربهم ماضيون وعلى درب الشهداء سائرون، ولن نتراجع ولن نمل حتى آخر قطرة في دمائنا. هنا الحراس ملحمة الأعادي، هنا الحراس ملحمة الأعادي، شديد البعث مضمار الصعيدة، رجال ذللوا سبل المعالي، رجال ذللوا سبل المعالي وصانوا العرض وانتهجوا العقيدة. ومن يعود إلى تاريخ ثورة 26 من سبتمبر يجد أن الحديدة كانت منطلق الثورة وخطها هو شريان الدعم الذي أسقط رهانات الملكية الرجعية في البقاء، وها هم الأبطال من قلب الحديدة ما يزالون على القسم والعهد باقون. نحن على العهد باقون، سنستمر في مطاردة الكهنوت، نحن فقط بانتظار خروج حكومة الشرعية من اتفاق ستوكهولم الذي طعننا في الخلف لندك أوكار الحوثي، لنسحق جماجم الحوثي داخل مدينة الحديدة، والانطلاق صوب العاصمة صنعاء، لن نتردد لن نتهاون، طوارق نحن إن قلنا فعلنا، فهود الأرض أنجال السباعي، رضعنا المجد من رباتها مجد، عشقنا النص من يوم الرضاعي، بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن. وفي حيس نظمت السلطة المحلية والمؤتمر الشعبي العام وكافة القوى الوطنية حفلا جماهيريا وطنيا احتفاء بأعياد ثورة اليمنية 26 من سبتمبر والرابع عشر 26 من سبتمبر عفوا والرابع عشر من أكتوبر. تتواصل فعاليات الاحتفاء بالعيد الوطني 58 لثورة 26 من سبتمبر بمديريات الساحل الغربي. السلطة المحلية وفرع المؤتمر الشعبي العام والقوى الوطنية في مديرية حيس أحيوا حفلا فنيا وخطابيا أكدوا فيه تمسكهم بالثورة والجمهورية التي ضحى اليمنيون بخيرة أبنائهم للدفاع عن منجزاتها ومكتسباتها، كما أكد المحتفلون المضي على درب شهداء سبتمبر وأكتوبر والثاني من ديسمبر مجددين العهد والوفاء للشهداء. من هنا وباسمكم فأننا نحيي بإجلال الأخوة الأبطال في الساحل الغربي من القوات المشتركة في المقاومة الوطنية
والمقاومة التهمية وقوات العمالقة وفي كل الجبهات، والذين يسطرون أروع ملاحم البطولة والصمود في الدفاع عن الثورة والجمهورية. نرسم على جباههم قبل موسمة بالزهور والرياحين، ونترحم على شهداء الثورة اليمنية الذين رووا بدمائهم الطاهرة رمال وجبال ووجيان الوطن، لتزهر أجيال الغد أجيال المستقبل مسلحة بالعلم والإيمان لتكمل مشوار البناء مهما حاول الطغاة الجدد استعادة التاريخ المظلم. تخللت الحفل العديد من الفقرات الغنائية والكلمات الثورية المعبرة عن عظمة المناسبة وما حققته الثورة من منجزات منذ قيامها ضد الكهنوت الرجعي ونظامه المتخلف. هذه هي الثورة اليمنية الحقيقة التي حررت شعبنا من الاستبداد الإمامي الكهنوتي والاستعمار، وأعلنت قيام الجمهورية التي دشن بها شعبنا مرحلة جديدة من تاريخ تطوره السياسي والاقتصادي والاجتماعي. عيد أعيادنا، نحييك يا فخر كل الرجال، فأنت الشروق لأجيالنا وسر التلاقي وفجر يبدد كل المحال. صنعت التحرر في أرضنا ورسخت فينا معاني النضال. حضر الحفل قيادات عسكرية ومدنية وشخصيات سياسية واجتماعية وجموع من المواطنين الذين أشادوا بالانتصارات التي حققتها القوات المشتركة في الساحل الغربي في دحر فلول الإمامة بثوبها الجديد المتمثل في الميليشيات الحوثية، ودعوا إلى استكمال التحرير وتأمين الساحل والبحر، رافضين أن تتحول اليمن إلى نقطة تهديد إقليمي تهدد فيه إيران ومن سار في فلكها خط الملاحة الدولي، ومن يتوهمون بأنهم سيفرضون واقعا بديلا بالإرهاب. عليهم أن يدركوا بأنهم يواجهون أجيالا ترعرعت في كنف الثورة والجمهورية أشد بأسا، ولن يستكينوا إلا بعد تحرير العاصمة صنعاء وكل شبر من أرض الوطن. فمنذ أن اجتاحت ميليشيات الحوثي العاصمة صنعاء توقفت عجلة التنمية والبناء والإعمار، وتحركت آلة الحرب الحوثية لتحرك الأخضر واليابس وتهلك الحرث والنسل، والجميع يعتصر قلوبهم ألما على ما تتعرض له المكتسبات التي تحققت لشعبنا على مدى 5 عقود من الزمن من تدمير ممنهج في سياق مؤامرة تستهدف تمزق النسيج الاجتماعي وضرب الوحدة الوطنية وعزل اليمن عن محيطه العربي والعالمي من خلال الاعتداءات المتواصلة وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن. المحتفلون أشادوا بالمواقف الوطنية والإنسانية لقائد المقاومة الوطنية العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، مثمنين استجابته السريعة لاستغاثتهم وسرعة إنجازه لمشروع المياه الذي وصل إلى كل منزل. من حيث هذا الصباح المعطر السبتمبر الأبي من الأخضر الأخصب روى ثراه دم الزعيم العربي، إننا في هذا اليوم نحتفل بهذه الذكرى الخالدة التي سطرت لوحة المجد والإباء بنضال الثوار الأحرار، وطوت نادي الإمام الكئيب وحكمها الاستبدادي ثورة 26 من سبتمبر في عيدها 58. نتقدم بالشكر الجزيل للعميد طارق محمد عبد الله صالح قائد المقاومة الوطنية على ما يقدمه من مشاريع حيوية، وباسم كل أبناء حيس نتقدم إليه بالشكر على مشروعه العملاق مشروع المياه الذي عاد إلى كل منزل بعد أن دمرت عصابة الموت الحوثية مشروع المدينة. سيظل وهج الثورة وقادا بعبق التاريخ يجري في دم كل حر شريف، وستظل أهداف ومبادئ الثورة السبتمبرية نبراسا ومصدر إلهام تستمد منها الأجيال قيم الحرية والديمقراطية. من مديرية حيس بمحافظة الحديدة، شرف الشمري، اليمن اليوم. وبهذه المناسبة عبر عدد من أهل الساحل الغربي عن أهمية الاحتفال بالعيد 58 للثورة، وأكدوا المضي على خطى الأحرار للتخلص من الكهنوت والاستبداد. ها نحن اليوم نجدد العهد ونجدد الوفاء ونحتفل بالذكرى 58 من ثورة 26 من سبتمبر التي قضت على الإمامة والجهل والظلم والعصر البغيض، وكانت نواة الانطلاقة لتحقيق الجمهورية اليمنية والتي قامت على مبادئها الستة
على مدى 58 عاما. إن ثورة 26 من سبتمبر تعيد الروح للأجيال التي أطاحت بالإمام، والآن ستتم الإطاحة بالمشيئة الحوتية كما أطاحتها من قبل. رغم القصور ورغم الحروب ورغم الهاونة ورغم القناصات، وما زلنا في مديرية حيس والحمد لله، والاستقطاب والناس جميعا قاووا إلى الحفل 26 سبتمبر الذي كان معه الإمامة، وأصبحت اليمن الحمد لله في ظل الثورة الجمهورية وأهدافها تم فيها العلم وتم فيها حرية المرأة، والمرأة لها حقوق كثيرة ولقد أنجزت الكثير من هذه المهمات حتى جاهدت ووصلت إلى هنا اليوم. فهي المرأة اليمنية العربية التي لا ترضى بالإهانة ولا ترضى بالذل. مديرية حيس الشرف والصمود نبث لقائد مقاومة التحايا بمناسبة العيد 26 من سبتمبر، ونحن حاليا في تاريخ 28 من سبتمبر في مديرية حيس نحتفل احتفاء بذكرى 26 من سبتمبر التي أقيمت شعلتها داخل المخاء. نوجه التحية لقائد المقاومة، إنها شعلة عالمية، وكانت شعلة 26 من سبتمبر حطمت الإمامة سابقا وستحطمها مجددا إن شاء الله. ثورة 26 سبتمبر هي تحويل من الظلام إلى النور كباقي الثورات 14 أكتوبر 22 مايو وغيرها. كما تتواصل الاحتفالات بالعيد 58 لثورة 26 من سبتمبر خارج الوطن، حيث أقام أبناء الجالية اليمنية في إيطاليا وولاية ميشيغان الأمريكية أقامت فعاليات لإحياء عيد الثورة. بزخم جمهوري توجه أبناء الجالية اليمنية في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية لإحياء ثورتهم السبتمبرية وإيقاد شعلتها في العيد الوطني 58 لما تحمله من معان سامية وخالدة تجسدت في إخراج اليمنيين من براثن الجهل والتخلف والمرض والجوع إلى سماء الحرية والعدالة والوصول بالوطن إلى حيز النور. ويحرص أبناء الجالية اليمنية في مختلف دول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية لإحياء المناسبات الوطنية وفي طليعتها ثورة 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين. لم تكن ثورة 26 من سبتمبر المجيد مجرد حدث عابر في تاريخ اليمن وحياة اليمنيين، بل كانت بعثا تاريخيا عظيما لشعب عريق غيبته الإمامة السياسية في سراديب الجهل ومقابر الزمن أكثر من 1000 عام أو يزيد. وشكلت ثورة 26 من سبتمبر علامة فارقة في تاريخ اليمن الذي ظل يرزح تحت سلطة الإمامة وسراديب الظلم والاستبداد لعقود من الزمن، حتى جاءت الثورة السبتمبرية كلحظة تاريخية فارقة غيرت مجرى شعب يحلم بعيش كريم وأخرجته من النفق المظلم وكسرت قيود الإمامة وأسدلت الستار على ماضيها المظلم إلى غير رجعة. إن التحرير من الاستبداد والاستعمار وإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق بين الطبقات لهي الأجدر بأن تكون الثورة الأم التي جسد فيها لهي الأجدر بأن تكون الثورة الأم التي ضحى بها آباؤنا الأوائل من أجل الحرية والكرامة ومحاربة الفقر والتخلف والجهل والاستبداد والعبودية. وفي مدينة بياتشينسا شمال جمهورية إيطاليا أبى أبناء الجالية اليمنية كغيرهم من أبناء اليمن في الداخل والخارج إلا إحياء هذه المناسبة الوطنية العظيمة، وأقاموا مهرجانا خطابيا وفنيا حضره أبناء الجالية اليمنية من مختلف أطيافهم مؤكدين على أهمية هذه المناسبة التي تتطلب مواصلة التضحيات لدحر كهنوت الميليشيات الحوثية التي تحاول إعادة اليمن إلى ماضي التخلف بثوب إمامي جديد. إن ذكرى ثورة 26 من سبتمبر تحولت من شعلة باهتة وأغاني وطنية إلى أيقونة وطنية حرة في كل قلب وعلى كل لسان. إننا ندعو الشباب اليمني في الخارج أن يكون بمستوى المسؤولية واللحظة السياسية والتاريخية الفاصلة التي يقاتل من أجلها اليمنيون
في مجابهة الإمامة الجديدة ذات الشعارات الزائفة. رغم الإجراءات الاحترازية بسبب كورونا في إيطاليا، إلا أن أبناء الجالية اليمنية شاركوا بفاعلية في إحياء هذه المناسبة، مؤكدين تمسكهم بأهداف وثوابت وقيم ثورتي سبتمبر وأكتوبر والحفاظ على مكتسباتهما والسير على خطى مناضليها وشهدائها في تحرير مناطق اليمن من كهنوت الميليشيات الحوثية التي تسير على ذات النهج الإمامي خدمة لأجندات خارجية. سيكون هذا الحدث التاريخي شاهداً على أن اليمنيين بالرغم من ظروف الاغتراب الصعبة والظروف التي يمر بها وطننا الحبيب قادرين على تمثيل الجمهورية اليمنية خير تمثيل. فعاليات يتذكر فيها اليمنيون نضالات الشهداء في 26 من سبتمبر التي اختلط فيها دم الشعب بكل توجهاته من أجل هدف واحد، هو أن يعيش الشعب حرا كريما بعيدا عن حكم الفرد والتسلط الذي ساد سلطة الكهنوت التي يحاول الحوثي استعادتها من جديد، وهو ما لن يتحقق له بعد أن بات اليمنيون ثابتين في خندق الجمهورية. في الحديدة أو قبل الحديدة للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلي الدكتور نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام للحديث عن هذه الاحتفالات وما رافقها من زخم على مستوى الداخل وأيضا على الصعيد الخارجي. دكتور مرحبا بك، يعني ثمة احتفالات هنا وأخرى هناك، إلى ما تعزو ذلك، خاصة وأن الميليشيات اليوم تحتفي أيضا مع من يحتفون بمثل هكذا ذكرى. أولا 26 سبتمبر هي نقطة ومركز إجماع اليمنيين بلا استثناء، وهذا الأمر ربما هو ما يدفع الحوثي للاحتفاء بذكرى 26 سبتمبر رغم أنهم عمليا هم يكرهوها ويشتغلون في الواقع بما يناقض أهدافها، بل أنهم يعني يحاولون أن يخربوا أهدافها كلها، ويرون أن 21 سبتمبر وهو يوم انقلابهم المشؤوم هو انتقام من 26 سبتمبر، لكن عظمة 26 سبتمبر عظمتها أنه لا يجرؤ أحدا في اليمن أن يعاديها، لأنها أصبحت وعي وأصبحت جزء لا يتجزأ من ثقافة اليمنيين ومن ذهنيتهم، بل يربطوا ما بين 26 سبتمبر ومجدهم وحياتهم، وبالتالي أنا أتصور أنه هذا الاحتفاء العظيم الذي حدث في اليمن في كافة مناطق اليمن ولدى كل اليمنيين المقتربين، حتى وصلت الاحتفالات إلى داخل الأسرة نفسها، وهذا يدل على أنه لا يمكن لأحد أيا كان ومهما بلغت المؤامرة أن يتجاوز أهداف 26 سبتمبر، وهذا هو الاحتفاء تأكيد لفكرة جمهورية الشعب وليس جمهورية ولي الفقيه التي يحتفي بها الحوثي. نحن اليوم الناس يحتفون بجمهورية الشعب، وهي جمهورية من أجل الأفراد ومن أجل الوطن وإعادة للكرامة ومبنية على أساس الحقوق وخارج إطار مفهوم الأصوليات المتخلفة وتجسيدها الأعلى هو الحوثي، وبالتالي هذه الاحتفالات تدل يعني على عمق رغبة اليمنيين أيضا، وهذه المسألة في غاية الأهمية، من التحرر والخلاص من المشروع الحوثي. أشكرك جزيل الشكر دكتور نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام، كنت معي عبر الهاتف. في الحديدة أخملت القوات المشتركة مصادر النيران نيران الميليشيات التي استهدفت أحياء سكنية في حيس، وأفاد الإعلام العسكري أن الميليشيات شنت قصفا مكثفا بالأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية على الضواحي الشمالية والغربية لحيس وسرعان ما تم إخمادها، وأكد أن وحدات من القوات المشتركة حققت إصابات مباشرة في مواقع ومخابئ للميليشيات شمال وغرب مركز المديرية موقعة قتلى وجرحى. في الحديدة أيضا أصيب مواطن وزوجته بجراح فيما تضرر منزلهما إثر قصف مدفعي حوثي على الأحياء السكنية في حيس، وقالت مصادر محلية أن الميليشيات أطلقت قذائف مدفعية الهاون أو صوب منازل المواطنين في منطقة ربع الحضرمي، وأسفر عنها إصابة المواطن يحيى فتاني وزوجته حميدة أحمد سالم، بالإضافة إلى تضرر منزلهما
ونفوق عدد من المواشي. كما أوضحت المصادر أن المواطن وزوجته أصيبا بشظايا أثناء تواجدهما أمام منزلهما، وقد تم إسعافهما إلى مستشفى حيس الميداني لتلقي الإسعافات الأولية. عاد أنا قلت للمرأة قومي ادخلي الليلة، ادخلي الليلة. قالت والله كذبي هنا. طب لك كيف؟ بعدين أنا على سلحة رحت أبو الزماي وجدد واعتكفت سنة العشاء، صلاة العشاء أنا ما أوتر في آخر الليل. استقمت عاد أنا ركعت سنة العشاء إلا وهو قبل، ولا أدري بمرواشين حتى حق غرفة فوقي. وبديت أرقم مرة مصابة في رجلها، ولا علمت على ذيك الساعة أنا شربتها هي وأنا أمدام يشيل مني ولا أنا داري. لما قالوا لي وو رجلك دم ورجلك دم، أقوم ربطوا لي ووجهوا بي أزوي للمستشفى. رقودوا كلنا رقودوا، وبعد ما تحاينا لنا وإحنا ومن إحنا وتمدد رحنا وبن إحنا آمنين والندري بل ساعة ما انتظر هو ذمها والندري ما هو ذا القنين أمبقارا بالتأمين أنك آدم بيت حكايتك أم بيت التف كله منازع أم خزان حق ماي لو بقي له حياة الله والتامس بتأمين شطف الدنيا طشطيه. ذا الليلة إذا حنا نروح إحنا يلا نوقع. في السياق ذاته، قصفت ميليشيات الحوثي القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجروبة بمديرية التحيتة. وقالت مصادر محلية إن القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجروبة تعرضت للقصف بعدد من القذائف أطلقتها أو التي أطلقتها الميليشيات. وأضافت أيضا أن حالة من الخوف والهلع سارت أوساط الأهالي في المنطقة ذاتها. كشفت تقارير محلية ودولية أن نحو 200 سفينة صيد إيرانية تدخل المياه اليمنية بطرق غير قانونية خلال الموسم 2019-2020، وتقوم بتجريف الثروة السمكية في المياه الإقليمية اليمنية. وتشير تقارير استخباراتية إلى أن إلى علاقة هذه السفن بتهريب الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيات الحوثي. أمين العتيبة. يوم بعد آخر يتكشف ما تحاول إيران إخفاؤه من مهام مشبوهة لسفنها في المياه الإقليمية اليمنية من تهريب للأسلحة وتقديم خدمات لوجستية للميليشيات الحوثية ناهيك عن تجريف للثروة السمكية اليمنية. وزير الثروة السمكية فهد كفاين كشف عن دخول أكثر من 40 سفينة صيد إيرانية المياه الإقليمية اليمنية حول أرخبيل سقادرة على البحر العربية، وتقوم بالصيد غير المشروع في اعتداء صارخ على السيادة اليمنية وانتهاكات متكررة طيلة السنوات الماضية. المجتمع الدولي مدعو بحسب الوزير كفاين للوقوف ضد الأعمال التخريبية الإيرانية في اليمن، كون السكوت عليها يعد انتقاصا وإخلالا بمبادئ الأمم المتحدة والشرعية الدولية وسيادة الدول وأمنها. التحذير الذي أطلقته الحكومة يأتي بعد ضبط قوات خفر السواحل اليمنية في الساحل الغربي شبكة لتهريب الأسلحة التابعة للحرس الثوري الإيراني باستخدام قوارب صيد لإيصال الأسلحة وقطع الصواريخ والطائرات المسيرة إلى ميليشيات الحوثي الموالية لها، خصوصا عبر ميناء الحديدة الذي ما يزال في قبضتها. هذه التحذيرات تضاف إلى تقرير دولي مشترك لمنظمتي غلوبال فيشينغ ووتش المتخصصة في رصد وتعاقب سفن الصيد العالمية وتريغ ماترام، والذي كشف عن قيام نحو 200 سفينة إيرانية بإحدى أكبر عمليات سرقة الثروة السمكية بالعالم في المياه اليمنية، خصوصا في أرخبيل سقطرة وكذلك المياه الصومالية خلال موسم الصيد 2019-2020. كما كشف تقرير صحفي بريطاني عن قيام السفن الإيرانية بأكبر عملية صيد غير قانوني في العالم بالمياه الإقليمية اليمنية خلال العام الماضي، ما يهدد الإمدادات الغذائية في اليمن الذي يواجه فيه الملايين نقصا حادا في الغذاء نتيجة الحرب التي تشنها بالوكالة.
مراقبون أكدوا أنه سواء كان صيدا غير مشروع أو تمويها لتقديم خدمات لوجستية للميليشيات الحوثية وتهريب الأسلحة النوعية والقطع الداخلة في صناعة الطائرات المسيرة ووقود الصواريخ، فإن المجتمع الدولي أمام مسؤولية لإدانة هذا الدور الإيراني والتدخل السافر في الشأن اليمني وتجريف ثرواته وإيقافه والحد من مساعي طهران لإطالة أمد الحرب في البلد المنهك بنيرانها منذ أكثر من 5 سنوات. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف المحلل العسكري المقدم ياسر صالح. مرحبا بك أستاذ ياسر. يعني السفن الإيرانية تتردد على المياه اليمنية وتقوم بتجريف الثروة السمكية، بالمقابل تؤكد تقارير استخباراتية علاقتها بتهريب الأسلحة للميليشيات. نحن نتحدث عن عامين 2019 و2020 يعني ما يقارب من 800 يوم. أين هي الأعين إزاء ما يحدث؟ نعم أخي العزيز، عملية التجريف اللامشروعة والعمليات الاصطياد الغير مشروعة أيضا وبطرق غير سليمة التي تؤثر تأثير مباشر على الحياة البحرية في المياه اليمنية، ولكن في النهايه كل ذلك يهون مقابل ما النشاط الحقيقي وراء هذه السفن الذي هو فعلا انقطع الخط. اشكرك جزيل الشكر. اذا ياسر الصالح المقدم كنت معي عبر الهاتف. اعتقلت الميليشيات عضو المؤتمر الشعبي العام محمد صالح اليفاعي بعد منعه عناصر حوثيه من كتابه شعارات الميليشيات على منزله، وذكرت مصادر محلية أن اعتقاد اليفاعي جاء بعد تهديد أحد القيادات الحوثية له بالسجن أو الطرد من مدينة ذمار التي يقطن فيها في حال قيامه بطمس أي من الشعارات الحوثية. وسبق للميليشيات أن اعتقلت اليفاعي في أواخر يونيو الماضي، وتعرض لاعتداءات الميليشيات أكثر من مرة بسبب رفضه للسياسة الحوثية ووقوفه إلى جانب المظلومين. في الضالع كغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرتها، تستخدم الميليشيات الورقة الاقتصادية للضغط على الأهالي ردا على رفض القبائل الدفع بأبنائهم لدعم جبهتها المنهارة، مستغلة الدور الحكومي شبه الغائب تجاه المواطنين والذي يمكن أن يحد من ممارسة الميليشيات. ورقة ضغط جديدة تستخدمها ميليشيات الحوثي في محافظة الضالع لابتزاز المواطن الرافض للتركيع والقتال في صفوفها، حيث قامت بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، بالرغم من تقاضي أكثر من 2000 موظف فيها رواتبهم عبر الحكومة بالطبعة الجديدة، وهو ما يعني حرمانهم وأسرهم من تلك المرتبات، فضلا عن تصدير قرابة 90% من محاصيل المناطق الخاضعة للحوثي إلى أسواق المناطق المحررة. الميليشيات الحوثية تواصل تنفيذ حملات ميدانية لجمع تبرعات وفرض جبايات مالية وعينية تحت مسميات عدة وفرض غرامات مالية على المواطنين أثناء النزاعات فيما بينهم، الهدف من ذلك نهب وسلب المواطنين بشتى الصور التي تنتهجها عصابة الحوثي. أساليب الترهيب الحوثية تعود وفق مراقبين لأسباب عدة، أبرزها المخاوف الواسعة جراء ممانعة ورفض رجال القبائل في المناطق الواقعة على الشمال الغربي لمحافظة الضالع الدفع بأبنائهم نحو جبهات القتال بالمحافظة لمساندة الميليشيات. جاء ذلك بعد مطالبة قيادات حوثية في ناحية قعطبة للشخصيات الاجتماعية في عزل الوحج والشرنمة العليا والشرنمة السفلى بالتحشيد لجبهات الفاخر والجب وبتار والمشاريح المحاذية لمديريتي قعطبة والخشة. جاء ذلك بعد أن فشلت قيادات الميليشيات في إقناع أبناء القبائل على القتال في صفوفها ودعم جبهاتها التي تشهد تصدعات كبيرة وإرباكات واسعة جراء الضربات الموجعة التي تلقتها طيلة الفترة الماضية. الميليشيات الحوثية تعيش حالة من اليأس والتخبط والإفلاس الإعلامي والسياسي بعد أن تكبدت خسائر متتالية أفقدتها السيطرة وأصابتها بحالة انهزامية جعلتها تستخدم كافة الوسائل الترهيبية المختلفة لتجنيد مقاتلين للتعويض عن قتلاها بمختلف الجبهات، والتي أسفرت عن فرار مئات المقاتلين وانكسار معنويات آخرين.
وهو ما يبشر باقتراب لحظة الخلاص من هذه العصابة الإجرامية الحالمة بإعادة عجلة ماضي التخلف والرجعية إلى الوراء وتكريس الجهل والفقر والمرض لدى اليمنيين من جديد، وهو ما يرفضه كل أبناء اليمن الشرفاء ويقفون صفا واحدا لإفشال مخططاتها التي تصب في خدمة أسيادها في إيران. وجه ناشطون وشخصيات سياسية وحقوقية دعوة للجانبين السعودي واليمني لإنهاء معاناة آلاف اليمنيين بمنفذ الوديعة، وقال نشطاء إن معاناة الآلاف من المسافرين اليمنيين بالمنفذ يجب التوقف عندها كونها مأساة إنسانية تدمي القلوب وتضاعف المعاناة التي يكابدها اليمنيون بسبب الحرب التي دخلت عامها السادس وأتت أكلها على كل شيء. ويفترش المسافرون العراء في منفذ الوديعة الحدودي لعدة أيام في انتظار دخولهم الأراضي السعودية نتيجة الإجراءات المرهقة، وطلب المسافرون بضرورة وضع حلول عاجلة أهمها زيادة عدد ساعات صلاحية فحص كورونا إلى أكثر من 48 ساعة. يأتي ذلك فيما يهدد انتهاء مدة فحوصاتهم بشأن فيروس كورونا والتي يشترط بأن لا يكون مضى عليها 48 ساعة، وأبدوا تخوفهم من إعادة الفحص نتيجة العراقيل المفروضة. في نشرتنا أيضا، ميليشيات الحوثي تسعى لتدمير الماضي كما دمرت الحاضر من خلال استهداف الآثار والمتاحف. باسم الشعب تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية في اليمن وقيام حكم الجمهورية العربية اليمنية ابتداء من الساعة الخامسة من ليلة الخميس الموافق للسابع والعشرين من ربيع الثاني لعام 1382 السادس والعشرين من سبتمبر 1962. ثورة 26 سبتمبر ما عرفنا قيمتها إلا الآن، احنا جيل الثورة ما فهمنا ليش قاموا الثوار ثورة 26 سبتمبر إلا من ظلم واضطهاد الحميد الدين. تشهد المناطق المحررة عودة تدريجية للخدمات الأساسية وفي طليعتها خدمات المياه، ومدينة المخا أيضا تتحول إلى ورشة عمل يومية وأيقونة حية للعمل المؤسسي في المناطق المحررة. تتواصل المشاريع الحيوية والخدمية في المناطق المحررة بالساحل الغربي في مختلف المجالات، ومنها مياه الشرب التي تعمدت ميليشيات الحوثي تفجيرها واستهداف آبار المياه وحرمان المواطنين في المخا من خدمات المياه. مدير عام مديرية المخا دشن عملية حفر وإصلاح 4 آبار ارتوازية على نفقة السلطة المحلية التي بدأت من الصفر ظل بنية تحتية مدمرة بفعل الانتهاكات الحوثية التي تتعمد تعطيل كل مقومات الحياة في المناطق التي تصل إليها. وها هي اليوم تعود إلى المخا أهم المشاريع التي تلبي احتياجات المواطنين من مياه الشرب النقية. نحن اليوم في مديرية المخا ندشن حفر آبار المياه العذبة على نفقة السلطة المحلية. نحن في منطقة الطبيلية سنقوم بحفر 2 آبار جديدة وتصفية 2 آبار قديمة. جهود حثيثة تبذلها السلطات المحلية ضمن خطة شاملة لتوفير الخدمات الضرورية في المناطق المحررة والتي تضمنت المرحلة الأولى هذين البئرين وإعادة تأهيل بئرين آخرين جانبين. ستبدأ مرحلة تمديد الأنابيب على نفقة المقاومة الوطنية. بدعم من السلطة المحلية بقيادة مدير عام المديرية عبد الرحيم الفتيح وجميع أعضاء وأمين العام بالسلطة المحلية لتدشين حفر 4 آبار عذبة لتوصيل المياه لمدينة المخا التي المياه الحق المائي القديم ملوحة بسبب يعني تقادمه وبسبب سحب الكثير من الآبار المجاورة وقربها من البحر. المشروع سيقدم خدمة لسكان مدينة المخا والقرى المجاورة الذين يشكون منذ سنوات من شح المياه العذبة والتي أصبحت المياه فيها مالحة لأسباب مختلفة.
وعملت الميليشيات الحوثية قبل دحرها من مدينة المخا على زرع العبوات الناسفة في الطرقات وآبار المياه بهدف حرمان سكان المدينة من مياه الشربة وتحويل المناطق التي كانت تنعم بالسلام إلى حقول الموت، لكنها باتت اليوم تنعم بالحياة بعد تحريرها وتأمينها من المتفجرات والألغام التي ملأت السهول والوديان والطرقات. انتهجت الميليشيات الحوثية سياسة ممنهجة تفضي إلى طمس الهوية التاريخية لليمن من خلال قصف وتدمير الآثار واستهداف المتاحف. كاميرا اليمن اليوم في تعز وقفت على حجم الدمار الذي طال أكثر المواقع والمقتنيات الأثرية بشكل متعمد. لم تكتفي الميليشيات الحوثية من تدمير الحاضر، بل امتد عدوانها إلى طمس معالم التاريخ من خلال تدمير ونهب أكثر المواقع والمقتنيات الأثرية في تعز. كاميرا قناة اليمن اليوم تسلط الضوء على واقع الآثار المنهوبة والمدمرة، ولتكن البداية من المتحف الوطني. يحتوي المتحف الوطني بتعز على ما يقارب من 35,000 قطعة أثرية، وهو ما جعله عرضة لنهب الميليشيات الحوثية، وفور اندحارها من المتحف ومحيطه سرعان ما ركزت الميليشيات قصفها المتكرر عليه، ما نجم عنه تدمير كبير لأجزاء واسعة من المتحف وعملية إحراق طالت عدد كبير من المخطوطات والقطع الأثرية والمنحوتات والمقتنيات الثمينة. بفعل القصف المركز للميليشيات الحوثية فإن عدد آخر منها تعرض لعملية نهب وسط كبيرة ومنظمة. المتحف الوطني في مدينة تعز تم استهدافه بشكل مباشر من قبل الميليشيات الحوثي. هذا تسبب في إحداث فجوة عميقة في المتحف الوطني في تدمير المبنى بشكل كامل. تسبب في 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 نهب وإحراق عدد كبير من الممتلكات الثقافية في المدينة. المتحف الوطني عانى من الدمار والويلات لمدة 5 سنوات. الحال كذلك في قلعة القاهرة التاريخية، فمنذ اللحظات الأولى لسيطرة الميليشيات الحوثية على قلعة القاهرة واتخاذها موقعا عسكريا لها، بدأت عملية النهب والسطو المنظم لمحتويات المتحف الأثرية، وبعد مغادرتها القلعة جعلتها هدفا لقصف مباشر طالها كمبنى ومتحف ومحتويات أثرية، ملحقا أضرار كبيرة في القلعة. الحرب دائما هي عدوة كل شيء جميل وكل شيء تاريخي. الآثار آثارنا في تعز تعرضت لتدمير ممنهج ولنهب أيضا ممنهج من قبل ميليشيا الانقلاب. ما لم يستطيعوا أن ينهبوه تناولوه عبر قصفهم وتدميرهم قلعة القاهرة الأشرفية المتحف الوطني الذي أحرق وأتلفت كثير من الأشياء التي لا تقدر بثمن. ولا يختلف الأمر كثيرا فيما يخص متحف قصر الصالة الذي تعرض للقصف والنهب وفي طريقه للسقوط والاندثار، حال المتحف الوطني الذي تعرضت أجزاء كبيرة من واجهته الأمامية للسقوط خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة الإهمال الحكومي الذي لا يقل جسامة عن جرم قصف وتدمير الميليشيات. طبعا تعاني بشكل عام المآثر والمعالم الدينية والمواقع الأثرية في محافظة تعز إلى حالة إهمال وتدهور و يعني حالة انهيار تام. هناك تقصير كبير من الحكومة والسلطة المحلية، وذلك لعدم توجهها في أعمال الترميم. الشيء الذي زاد من معاناة المعالم الأثرية. هكذا يحاول الإماميين الجدد بسعي دؤوب إلى طمس أجزاء كبيرة من تاريخ اليمن الجمهوري، غير مدركين إن الإمامة تولت ولن تعود. عواد الوهباني، اليمن اليوم، تعز. ألقى اعتذار رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب بظلاله حول مستقبل لبنان السياسي، خاصة في ظل تجاذبات بين كل المكونات السياسية، معذرة فيما وصف الرئيس الفرنسي ماكرو الاعتذار بالخيانة لبرنامج الإنقاذ. تفاقمت الأزمة اللبنانية إثر اعتذار رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب عن الاستمرار في مهمته بتشكيل الحكومة بعد أكثر من 3 أسابيع على تكليفه نتيجة وصول المشاورات السياسية التي استمرت حتى اللحظة الأخيرة إلى نفق مسدود. وذكرت تقارير إعلامية أن القضية التي حسمت الأمر هي الخلاف على من يتولى وزارة المالية،
وكان أديب كلف بتشكيل الحكومة إثر الانفجار الذي دمر الجزء الأكبر من وسط بيروت، وكان يحاول تشكيل حكومة للتعامل مع الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها لبنان. وأعلن أديب إثر لقائه الرئيس اللبناني ميشيل عون أنه اتخذ قرار الاعتذار، معتبرا أن تشكيل بالمواصفات التي وضعها باتت محكومة سلفا بالفشل. أديب رمى الكرة في ملعب المكونات السياسية اللبنانية فقال: وبما أن تشكيلة بالمواصفات التي وضعتها باتت محكومة سلفا بالفشل، وحرصا مني على الوحدة الوطنية بدستوريتها ومصداقيتها، فإنني أعتذر عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة، متمنيا لمن سيتم اختياره للمهمة الشاقة من بعدي وللذين سيختارونه كامل التوفيق في مواجهة الأخطار الداهمة المحدقة ببلدنا وشعبنا واقتصادنا. ورأى أديب أنه كان واضحا أن تشكيل حكومة بهذه المواصفات الاختصاصية المبنية على الكفاءات والنزاهة من شأنه أن يسمح للرئيس ماكرون بالإيفاء بوعده بتجيش المجتمع الدولي لدعم لبنان للمضي في برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية المفصل الذي التزمه الجميع في الأول من سبتمبر. وعرقلت حركة أمل وحزب الله اللذان يمثلان الطائفة الشيعية في لبنان جهود أديب لتشكيل الحكومة بإصرارهما على الاحتفاظ بوزارة المالية، ويقول محللون أن ذلك على صلة بفرض عقوبات أمريكية على وزير سابق من حركة أمل بالإضافة إلى مصالح تجارية مرتبطة بحزب الله. تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا عتبة 33 مليون ونصف المليون شخص في وقت تشهد فيه عدد من دول العالم تفشي موجة جديدة من الوباء. آخر الإحصائيات ذكرت أن عدد المصابين بلغوا أكثر من 33 مليون و589 ألف شخص، ووصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 1,007,000. إلى ذلك تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند حاجز 6,145,000 إصابة، بل و45,000 إصابة بالفعل. وسجلت الهند أكثر من 70,500 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، وبذلك يرتفع الإجمالي إلى 6,000,000 وأكثر من 145,000. في مصر شاركت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان المصرية في التجربة الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة للقاح فيروس كورونا، حيث تلقت الوزيرة دعوة تلقت اللقاح بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا ضمن مبادرة لأجل الإنسانية في إطار التعاون مع الحكومة الصينية وشركة جي 42 الإماراتية للرعاية الصحية ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة للفيروس والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته. ولفتت إلى مشاركة مصر مع 100 دولة حول العالم في المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية للقاحين الفيروس، وأشارت إلى أن المستهدف من إجراء تلك التجارب 45,000 مبحوث على مستوى العالم، وتم إجراؤها على حوالي 40,000 مبحوث حتى الآن، ولم تظهر عليهم أي أعراض جانبية، موضحة أنه من المفترض أن تشارك مصر في تلك التجارب من خلال 6,000 مشارك. ولاية نيويورك شهدت، والتي كانت بؤرة لانتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، تخطيا لعدد الإصابات حاجز 1,000 إصابة في يوم واحد، ولم يسبق أن سجلت الولاية مثل هذا الارتفاع في الإصابات منذ 5 يونيو. وقال كومو في تغريدة بعد فحص نحو 100,000 حالة
إن 1005 حالات جاءت إيجابية، ووصل الإجمالي في الولايات المتحدة إلى أكثر من 7 ملايين. إلى العناوين. رجال القوات المشتركة يحتفون بعيد الثورة في مدينة الحديدة بمعنويات عالية. ومئتا سفينة صيد إيرانية تتردد على المياه اليمنية لتجريف الثروة السمكية خلال عامي 2019 و2020. والميليشيات تلجأ للورقة الاقتصادية بعد رفض أبناء الضالع للالتحاق بجبهتها المنهارة. إلى اللقاء.